استكملنا المناقشات والبحث من أجل التوصل إلى جامع مشترك. وبهذه المناسبة من بعد ما طرح كل عضو هواجسه وملاحظاته تقدم الزميل جورج عدوان بمنهجية عملية من أجل تقريب وجهات النظر، ووزع علينا جدول انطلاقا من اقتراح دولة الرئيس نبيه بري، حتى كل واحد من الأعضاء يحط شو هو ممكن يوافق عليه، شو هي الملاحظات الجوهرية بالنسبة له اللي بتخليه ما يوافق عليه، وشو هي الأمور يلي ممكن يقرب فشخة فيها، حتى نقدر نكون بجلسة المقبلة نهار الثلاثة نقدر نكون خلينا نقول جدول بما هو متقارب وبما هو متباعد، ونشوف إذا خلال هذه الجلسة المقبلة نقدر نوصل ل يعني إنهاء الموضوع بشكل توافقي، بشكل إجماع، بشكل شبه إجماع إلى ما هنالك، من أجل التوصل إلى تقديم اقتراح للهيئة العامة. برجع بكرر أنه كل الزملاء ما حدا عنده يعني مثل ما بيقولوا موقف مسبق، وما حدا عنده فيتو على أي شيء، منفتحين على أي شيء ممكن يوصل إلى توافق. يعني الأولوية عنا هي أن نوصل إلى توافق بهذا الموضوع وفي هذه الظروف الصعبة يلي عم تحيط بالبلد ويلي تلزمنا كلنا كنواب ومسؤولين وكأحزاب وكوطنيين بأن نتوصل إلى نوع من التفاهمات حول موضوع الانتخابات. مش طرح، عمل جدول، هلا بفرجيكم اياه وبيحكي عنه، عمل جدول بيسمح لكل واحد منا يحط ملاحظاته ويحط شو هو اللي بيقبله شو هو اللي ما بيقبله. ما مش معناتها انه مش بالضرورة. نحن عم نعمل منهجية، يعني تقدم بمنهجية عملية لتسهيل المهمة. ممكن انا ما بدي اقول انه البواب مقفلة، أنا ما بدي أقول إنه البواب مقفلة في وجه أي شيء آخر، بس عم نقول من أجل التقدم نحو خطوات إيجابية هذه المنهجية بتساعد كتير للتوصل إلى رؤية واضحة حول عملية حول ما هو مقبول وما هو مرفوض بالأساس أو بالشكل. من هو؟ دكتور علي فياض ابدا استعداده انه شو اللي بيتفقوا عليه التجمع المسيحي، خليني اسميه هيك، الموجود على الطاوله ما عنده مشكله شو ما كان يكون، يعني ما عنده مشكله بهذا الموضوع. وطبعا هذا الطرح، ما بدي اسميه طرح لانه هذا كان علي زميلي علي بزي كان طرحه بالسابق الرئيس بري، هذا طرحه، وهذا لا يعني برأي الزملاء، هذا لا يعني انه هذا الطرح، ويجب ان لا يعني بانه هذا الطرح هو لإقصاء مكونات أساسية ويعني حصر الموضوع بمكون مسيحي فقط. يعني هذا لا، مش هذا الطرح اللي مش ما تاخذوه بهالمعنى. هيدي شغلة عملية منهجية عملية تسمح للتقريب الوجهات النظر وتسمح لتحديد ما هو متباعد بين الأعضاء أو بين الفرقاء. بأنه سأطلق موقف يسهل عملية التوافق حول قانون الانتخابات، و
بالفعل حاولت في الجلسة أن أترجم هذا الموقف العام إلى موقف محدد وتفصيلي. أنا بذكر أنه على مدى الجلسات السابقة اللي عقدتها اللجنة الفرعية، المعضلة الانتخابية كانت تكمن بالضبط في أنه كل فريق كان يطرح مشروع معين، يقوم الفرقاء الآخرين يحتسبوا النتائج المترتبة عليه وبالتالي يرفضوه على أساس النتيجة المتوقعة لهذا المشروع، وهذه معضلة نحتاج إلى تجاوزها. الأمر الآخر، هناك المعضلة المسيحية في أي قانون انتخابي. القوى المسيحية كافة تلاقت على أنه صحة التمثيل المسيحي وتحسين صحة التمثيل المسيحي هو أحد الشروط الأساسية التي لابد أن يتوفر فيها أي قانون انتخابي كي يكون قابلا لأن يبصر النور. طيب، على هذه الأسس في هالجلسة أنا ذكرت بأنه نحن المشاريع التي وافقنا عليها سابقا هي مجموعة من المشاريع، لكن كلها تنطوي على اقتراح النسبية. طرحنا التقليدي الأساسي هو لبنان دائرة واحدة مع النسبية، وافقنا كذلك على مشروع الحكومة النسبية مع 13 دائرة، ووافقنا أيضا على النسبية مع المحافظة، وأخيرا وافقنا على النسبية وفق صيغة اللقاء الأرثوذكسي. الموقف الأول اتجاه صيغة اللقاء الأرثوذكسي في البدايات من قبل حزب الله كانت التحفظ إذا بتتذكروا، لكن عدنا فوافقنا على هذا الاقتراح عندما وافقت عليه القوى المسيحية. في جلسة اليوم أنا دعوت إلى أو أعلنت موقف يقول بأننا مستعدون للموافقة على ما تتوافق عليه القوى المسيحية. القوى المسيحية فلتتوافق فيما بينها على أي مشروع انتخابي وليسمونه ما يشاءون، صيغة مختلطة غير مختلطة غير ذلك، عندما تتوافق القوى المسيحية على صيغة ما نحن سنوافق على هذه الصيغة. أنا بفترض بأنه هذا الموقف هو موقف إيجابي تسهيلي يسعى إلى دفع إمكانية التوافق إلى الأمام، ومن شأن القوى كافة ألا تتحسس من هذا الموقف، خليها تحطه في سياق إيجابي وتعتبره أنه محاولة في سياق تذليل إحدى العقد الأساسية التي تقف أمام أن يتوافق اللبنانيون على صيغة انتخابية ما. وشكرا. دكتور فياض، يعني تكرار موقفكم بالالتزام بكل ما يتفق عليه المسيحيون، ما المسيحيين القوى المسيحية اللي تعمل تحت سقف الكركة متوافقة، ما في خلافات بيناتها، يعني هيدا شو ممكن نضيف لأنه الكتل الأخرى هي المعارضة؟ لا، القوى المسيحية توافقت على صيغة اللقاء الأرثوذكسي. المحاولة التي تجري الآن هي محاولة البحث عن خيارات توافقية وطنية أخرى تتجاوز ما تم، مش ما تتجاوز إنما تفتح الأبواب أمام خيارات أخرى. أنا اللي بدي أقول إنه صايرة العملية التي تتصل بالنظام الانتخابي في هذا البلد صايرة مثل بازل له وجوه عدة، هو ليس مكعب هو مثلث. التوافق المسيحي هو أحد وجوه البازل الانتخابي اللبناني. نحن دعونا إلى تركيب اللون المسيحي ابتداء، وبرأيي كل الألوان الأخرى ساعة إذن من السهولة أن نتوافق عليها. فلتكن عملية البدء من هنا ونحن جاهزون للموافقة دون تردد. وشكرا. شكرا. مين يحب يحكي؟ من السيد النواب. السيد النواب. أكيد أنا كان عندي يعني تحفظ صغير عبرت عنه بآخر الجلسة، تحفظ إيجابي طبعا، لأنه أنا بعتقد أنه الكل منطلقين من إمكانية توصل إلى حل، ولكن كنت بحب نسبة للتجربة السابقة
يلي كلنا بنعرف انه خضعت لوقت طويل وانتو شهود على ذلك، وكمان صار فيها نقاش بالتفصيل بالقانون المختلط، انه ان نأتي بهالمرحلة بالذات ونرجع نعيد النقاش من الصفر ونجرب نوصل نقدم شيء جديد على الطاولة. واعتبرت انه اليوم يمكن الطرف الوحيد اللي قدم شيء جديد على الطاولة اليوم هو الدكتور علي فياض، يلي من خلال موقفه أسقط كل شروطه لنقول، أو كل يعني عملية تحفظات أو شروط حول صيغة مختلط أو صيغة تقسيم دوائر أو أي صيغة من التانية، بالوقت اللي قال إنه هو يسهل عملية التشكيل وترك الطابة تحت المعيار الأساسي اللي هو صحة التمثيل. كنت بتأمل كمان إنه كلنا سوا نقدم فشخة بهذا الموضوع. أنا بعتبر إن إحنا كقوة كتيار وطني حر قدمنا فشخة من خلال تعليق اللي قال أرثوذكسي، وكان بدنا بشكل أساسي نجي لهون نشوف كيف في أجوبة جديدة مش معروفة مسبقا بتجاوب على مشكلة التمثيل المسيحي، لأنه هيدي العقدة الأساسية بعتقد بقانون الانتخاب، ولأنه لو ما هي العقدة اليوم ما كنا عم نحكي بتغيير قانون 60، كنا بعدنا اليوم كل القوى متأقلمة مع هذا القانون. فبعتقد ويلي عم يطرح انه نصحح حقوق المسيحيين او انه مجرد ما نكون واقفين وراء الاجماع المسيحي عم يعتبر هالشي ممكن يكون انتقاص من القوى الاخرى او المكونات الاخرى، بعتقد هذا الشيء مش صحيح، لانه عودة الحقوق الى المسيحيين من خلال المناصفة اللي نصت عليها تسوية الوفاق الوطني والدستور ليست موجهة ضد احد، ليست انتقاص من احد، ليست اعتداء على احد، هي المشكلة الحقيقية وجوهر عملية تغيير قانون الانتخاب بشكل اساسي، وكل الاعتبارات اخرى السياسية مشروعة، مين بده يربح اكترية، مين حابب يبقى بيضة قبين، هذه كلها اعتبارات سياسية طبيعية ومشروعة، ولكن ليست هي وراء عملية البحث عن قانون الانتخاب. من دفع بعملية تغيير قانون الانتخاب هو التزام كل القوى السياسية، وهيدا الموضوع بكل الحكومات منذ 2005 لهلا، ومن ثم في مؤتمرات الوطنية، ومن ثم على طاولات الحوار وغيره، انه يا جماعة هناك مشكلة على صعيد تمثيل المسيحي يجب ان معالجته، وهيدا نحن هون عم نجتمع كرماله. فاذا كل من يساهم في هذا الموضوع بيقدر يقدمنا فشخة باتجاه الحل والخرق بقانون الانتخابات قبل 15 ايار. انا اليوم بعتبر انه ما حصل الشغلة الوحيدة الجديدة يلي توصلنا لها انه في فريق اجا قال انا مسهل ما رح اطبق شروط اضافية، كمان برجع مرة جديدة بموضوع غير الارثوذكسي، بالموضوع الاخر عم فتشوا عليه، انا اعتبروني ما بقى عندي بالحفظات ولا شروط ولا تصغير ولا تكبير ولا تقطيع. وهذا الشيء كمان اللي قاله الاستاذ علي بزي نقلا عن رئيس بريالار هو وراء اجماع التوافق اللي بتتوصل له القوى السياسية. فاذا اليوم نتمنى انه لاسبوع الجاي حتى نقدر نتقدم ونرجع نخبركم انه العقد يلي بنعرفه، واكيد اليوم استاذ جورج طرح موضوع منهجيه وهو مشكور لانه عم بيحاول يسهل عمليه التوافق، ولكن معظم العقد معروفه اللي بينت حتى ضمن الصف الواحد، وبنعرف انه اليوم ما صار في اجابه لها، وهيدي لن تحل المشكله اذا رجعنا الثلاثه بس كتبناها على ورقه واحده. ما يحل المشكله انه تجي اجوبه واضحه ونوعيه على موضوع تصحيح التمثيل المسيحي من اي فريق اللي كان، وخاصه من الافرقاء المعترضين على اقتراح اللقاء الارثوذكسي. هيك بيكونوا نحن وياهم نقدر نوصل لخرق، نامن قانون انتخابات بالتوافق، ومنخلص مهله 15 ايار حتى نوصل لنتيجه. غير هيك رح نضل نعمل حاله مراوحه ما بتوصل لمحل. انا بتمنى انه اعاده نظر بكل المرحله السابقه، اعاده نظر بتجربتنا باللجنة الفرعية بالمرحلة السابقة أيضا، وأخذ بعين الاعتبار أنه هناك استحقاق جينا ب 15 أيار، الوقت بطل متاح أمامنا حتى نقدر نعمل خرق، ما بدنا إشياء جديدة نوعية على الطاولة، وألا منكون عم نرجع نجي نخبركم الأسبوع الجاي أنه ما في أي تقدم. وأنا قلت كمان أنه الحل ليس فقط في القانون المختلط، الحل في أي صيغة، نحن منفتحين على أي صيغة، إن كانت من خلال أكتري أو من خلال نسبة كلياً،
إذا هي بتأمن معيار صحة التمثيل. نحن منفتحين على كل هالشيء ولا نريد أن نحصر الموضوع فقط في هذا الاتجاه. وشكرا. يعطيكم العافية. أنا بدي أذكر أنه بالمرحلة السابقة كنا اتفقنا على أسس لشو هو قانون الانتخاب التوافقي، وهذا مسجل بالمحاضر، أن يكون قانون مختلط، أن يحسن التمثيل المسيحي بشكل واضح، وأن يكون قانون متوازن ضمن ما سمي بالغموض البناء. بناء عليه نحن بصراحة كنا منطلقين من شو؟ كنا منطلقين من إصرارنا على نظام أكثري بحت، وبالتالي بوجه ما كان يطرح بالمرحلة السابقة نحن تقدمنا خطوات كتير كبيرة نحو الأمام. تقدمنا أولاً بمشروع متكامل بما في مجلس الشيوخ، ثم تقدمنا بمشروع مختلط 70-30، وبالأمس أول أمس نحن طرحنا بكل صراحة أن يبدأ النقاش على طاولة التفاوض من خلال اقتراح الرئيس بري، وأن يبنى على شيء مقتضى، وأن يقترح كل فريق شو عنده تعديلات على هالموضوع. بعتقد اللي عمله أستاذ جورج هو بهذا المجال. للأسف حتى هذه اللحظة بالنسبة لنا في أفريقاء متراجعين، ما قدموا بشكل واضح اقتراحات جديدة بمجال موافقتهم على المختلط وأي مختلط وشو رأيهم باقتراح الرئيس بري. فيوم الثلاثاء بالورقة اللي صارت بين إيدينا حيكون كل فريق عنده فرصة ليقول شو رأيه بما قدموا الاقتراح الرئيس بري ولوين ممكن نوصل فيه. هذه من جهة. من جهة تانية بالنسبة لما اقترحه الدكتور علي فياض، أولا هذه عودة على بدء، بصراحة هي عودة إلى موضوع الأرثوذكسي، إنه بالأرثوذكسي كنا عم نقول، كان عم يقول في أطراف سياسية عم تقول إنه اتفقوا الأفريقاء المسيحيين نحن بدنا نمشي معهم بغض النظر عن ميثاقية ودستورية هذا الطرح، وبالتالي من هالناحية ما من جديد. إنما أنا لفت نظري بالمقدمة السياسية اللي عملها الدكتور علي فياض، إنه كان عم يدرس الوضع المنطقة بشكل كتير جيد، وضع البلد، وضع الخربطة السياسية الموجودة، ووضع التنافر الحاصل، والعلاقات السنية الشيعية. عشان هيك نحن بكل صراحة شعرنا بلحظة طرح الفكرة من قبل الدكتور علي فياض وكأنه كانت محاولة لحشر طرفين سياسيين هن تيار المستقبل أو ما يمثله سنياً والحزب التقدمي الاشتراكي وما يمثله درزياً بزاوية المفاوضات. فنحن من هالمنطلق نعتبر أنه ما حصل لا ليس إيجابياً ولم يقدم أي شيء إيجابياً، بالعكس هو عودة على بدء الطرح الأرثوذكسي. ونحن بس ينطرح الطرح بهالشكل حنضطر نقول أنه في طرح لا ميثاقي ولا دستوري. أنا بتمنى عندنا فرصة اليوم للثلاثة نكون بنائين جداً ونأتي بطروحات بناء للأوراق اللي صارت بين إيدينا من قبل اللي طرحها الأستاذ جورج. كل واحد اقتراح الرئيس بري شو عنده تعديلات، وين المشاكل اللي بيطرحها اقتراح الرئيس بري، شو في تعديلات بالأقضية، هل 26 قضاء بيكفوا أو لازم يكونوا 37 أو 39 كما طرح بالسابق. أنا بذكر نحن طرحنا بالسابق 37 والنائب سامي جميل طرح 39. هل المحافظات لازم تكون 6 كما طرح الرئيس بري، أو لازم تكون 9، أو لازم تكون 11، أو لازم تكون 13؟ يعني كل الطروحات موجودة. هيدا بيسمح لنا أنه نشكل أسس لتقاطعات فيما بيننا إذا كانت النوايا صافية، وإذا كان فعلا في عند كل الأطراف نية أنه يصير في توافق. أنا بتمنى من كل الأطراف يلي اعتبرت بالأساس، وتحديدا حزب الله اللي اعتبر بالأساس أنه طرح الرئيس بري يبنى عليه، أنه ينطلق منه يعطينا ما هي إرادته بهالموضوع، شو هي التعديلات اللي بده إياها على هالموضوع، مش يقول خلي المسيحيين يتفقوا على شيء وشوف ونحطها بمواجهة الآخرين. نحن مش لجنة مذهبية، ونحن لسنا لجنة طائفية في التكوين، نحن لجنة فرعية للانتخابات نناقش بمفاهيم وطنية، وعلينا أن نخرج بحلول وطنية. الكل عم بدنا نقدم كل تنازلات لهلأ، وبكل وضوح نحن ما حسينا إلا أنه التنازلات عم تأتي من جهتنا. قدمنا كتير، قدمنا تنازلات بسحب القانون الأكثري الكامل ورحنا باتجاه المختلط. قدمنا أنه مستعدين أن قاعدة النقاش تكون اقتراح الرئيس بري، ورغم ذلك من الطرف الآخر عم نحس بالعكس، كل ما قدمنا خطوة بيصير تراجع لورا. فاليوم مطلوب أنه الثلاثة نجي بطروحات واضحة. أنا بكل صراحة كنت متأمل نتيجة الجو اللي أشيع بالإعلام بالأمس أنه اليوم كنا حنشوف طروحات بناءة أكثر من هيك بكتير. تبين أنه لا،
انه اسا في مطبات وانه وكانه كل واحد عم ينطر الثاني على الزاويه ليقول له اعطيني لشوف شو عندك. لا، كل واحد بده يفتح اوراقه بقى، ما حدا يتشاطر على الثاني. اذا ما صار في فتح اوراق وحطينا كلنا اوراقنا على الطاوله وقلنا كل واحد شو عنده، انا برايي ما بيفتح اوراقه الثلاثه واللي بيحطها على الطاوله معناتها ما عنده نيه توافق ولا عنده نيه انه يخرج بحلول وطنيه ولا مستعد اي يقدم اي تنازل للمصلحه الوطنيه. فنحن كلنا بانتظار يوم الثلاثه. وشو يعطيكم العافيه. يعطيكم العافية. أول شيء بدي أرجع أكد أنه نحن أبداً منا بأي معنا أي نية لعرقلة أي شيء، واعتراضنا بيصير بشكل ديمقراطي وحضاري، ومن حقنا أنه نعطي رأينا بوضوح. ولكن شعورنا أنه هناك طبخة عم تنطبخ بمكان ما لتمرير قانون يعيدنا إلى ما أسوأ من الستين. إذا هذا هو المطلوب نحن رح نعترض. خلونا بلا لف ودوران نروح ونجي ونضيع وقت وإلى آخره. نحن بكل وضوح عم نقول اعتماد القضاء كدائرة انتخابية بالأكثر يعني عم نرجع على الستين يلي نحن معترضين عليه. واعتماد بالنسبة الدوائر الكبرى يعني خمسة أو ست محافظات كلنا بنعرف شو بيعني ذلك بعملية طم الأصوات وعملية البواسط الكبيرة وعملية إغراء الأصوات بالكتل الكبيرة. انطلاقا من هون إذا بده يكون المعيار اعتماد الدوائر الكبيرة بالنسبة واعتماد القضاء بالأكثر، نحن رح نتحفظ على ذلك ورح نعترض على ذلك بالطرق الديمقراطية ونحتفظ بحقنا بعملية التصويت ضد أي اقتراح من هذا النوع. بس أنا بدي أحذر أنه مش المهم نغير القانون، مهم نعمل قانون أحسن من الموجود. فنعمل كل هذا اللي عملناه تنرجع على قانون أسوأ من الموجود، أنا برأيي منكون عم نضيع البوصلة. فانطلاقا من هون أنا بتمنى من كل فرقاء حقيقة نهار الثلاثة نجي على اللجنة باقتراحات تحسن التمثيل، لأنه نحن موجودين بهاللجنة تنحسن التمثيل، مش كرمال تنعمل شيء تاني، جايين تنحسن التمثيل. انطلاقا من هون اذا ما راح يكون القانون بده ينطرح يحسن التمثيل، بنكون عم نضحك على الناس، بنكون ضيعنا وقت العالم، بنكون اجلنا الانتخابات على الفاضي. فانطلاقا من هون نحن نحتفظ اكيد بحقنا بانه نحط الراي العام بالجو نهار الثلاثه بالاجواء اللي راح تكون راحت فيها الامور. بس اي تضيع وقت انا برايي هو منه لصالح حدا. وشكرا. بتمنى على معهم تليفونات اذا بدهم يشطفوها بيظهروا لبرا يعملوا معروف. بعتقد انه اثنيناتنا انتو ونحنا بعتقد تعبنا من انه نبرم بدوامه مفرغه. بعتقد انه اجى الوقت يا اما نطلع على اللبنانيين بانه توصلنا الى شيء ما، يا اما هاللجنه تعلن انه هي ما قدرت ونروح على الهيئه العامه حتى قبل 15 شهر، نروح على الهيئه العامه قبل 15 ايار حتى نطرح كل واحد نظرته او القانون يلي بلاقيه يخدم تطلعاته وليصوت على القوانين، والقانون يلي بياخذ اكثريه نعتمده. يعني نحن امام حلين، الحل الأول يقضي بأنه الثلاثة أو ماكسيموم الخميس القادم نطلع على اللبنانيين بحل، أو نعلن أنه هاللجنة التشاورية لم تتمكن من الوصول إلى حل. أما أنه نضل عم نعيد تصاريحنا هي ذاتها، بعتقد هيدي بتكون قلة احترام بالأول لحالنا، واثنين قلة احترام للبنانيين وطبعا للإعلام من خلال ذلك. لذلك أنا بقول عنا بعد جلسة أو اثنين لنطلع بيلي لازم نطلع فيه، أو نقول مش قادرين نطلع.
يلي حصل اليوم تعرفوا بأنه بكل عمل لازم يكون في استمرارية. نحن وقت وقفنا اللجنة الفرعية كنا وصلنا لتصور يقول إذا بدنا نتوافق بدنا نروح على المختلط، هيدا اللي وصلنا له. هلأ أنه نرجع نبلش من أمكنة أخرى معناتها ما في توافق، لشو بدنا نجتمع؟ نحن قلنا الكل كانوا موافقين أنه إذا بدكم تتوافقوا في هالمختلط، وهالمختلط في كتير عملوا خطوات أنا برأيي قربوا صوب المختلط يلي ممكن نتوافق عليه. هلأ هون في منهجية، بكل عمل ما في منهجية ما بيقدر الواحد يوصل لمحل. رئيس المجلس النيابي حط اقترح قانون مش بصفته رئيس حركة أمل، طرح قانون أخذ خلاصته من شغل اللجنة، ونحن كقوات لبنانية وقت اللي قدمنا قانون قدمناه انطلاقا من شغل اللجنة يلي منه قانون موافقين عليه الكل، بس يلي هو مقاربة أقرب إلى التوافق. لذلك انطلاقا من هالمنهجية أنا حطيت منهجية اليوم لزملائنا قدمت لهم إياها، تقضي بأنه ناخد قانون يلي قدمه رئيس المجلس النيابي الرئيس بري وأنه يحطوا ملاحظاتهم بالتفصيل على كل نقطة فيه. النقطة المتوافقين عليها منحطها على جنب، النقطة المختلفين عليها منبحثها، إذا لقينا أنه بنسبة كبيرة تفهمنا على النقاط الموجودة بصير عندنا مشروع نقدر نروح فيه على المجلس على الهيئة العامة، إذا لقينا في استحالة لذلك نعلن الاستحالة بأنه نتوافق. وبذلك كل فريق حقه يروح يعمل لوبينج مع أفريقاء آخرين ليأمن أكثرية على قانون معين. إنما لازم تعرفوا شغلة، يلي مراهن إنه ما راح يكون في جلسات وينطرح قانون انتخاب جديد ويصير تصويت ونرجع للستين أو نمدد للمجلس، رهانه خطأ. لا تمديد للمجلس لا عودة للستين. إذا حطينا هالقاعدتين بيعرفوا الكل إنه بده يوصلوا لنهار بدون يروحوا يصوتوا على قانون. نحن نتمنى ونسعى، وما بقى سر إنه من آخر اجتماع ببكركة عملناه سوا نحن حاطين كقوات لبنانية نصب أعيننا إنه نروح على قانون توافقي، لسبب البلد لا تتحمل إلا قانون توافقي. رح نضل نجرب، ما قدرنا منروح منصوت بالهيئة العامة القانون يلي بياخد أكترية بيمرق، فلا عودة لقانون الستين ولا تمديد للمجلس النيابي. هودي موضوعين بتكون تشلون من رأس كل اللبنانيين، هيدا بشق القانون. فإذا موعد الثلاثة مهم، موعد الثلاثة رح يتبعوا جلسة أو جلستين ونطلع عليكم بالنتائج. أنا عندي موضوع آخر مرتبط بقانون الانتخابات يتعلق بتشكيل الحكومة. البعض يراهن بأنه يربط قانون الانتخابات بتشكيل الحكومة وأنه يفاوض على اثنين سوا، والبعض يراهن أنه تأليف الحكومة يدخل بالدوامات يلي كانت تصير قبل. أنا من هالمنبر بدي أتوجه للرئيس المكلف لقل له يا دولة الرئيس تمام سلام، حضرتك مش بس حصلت على شبه إجماع من النواب بالمجلس النيابي، حضرتك قدرت تحصل على شبه إجماع من كل اللبنانيين. الانفراج يلي موجود اليوم لن يستمر طويلا، الجو يلي موجود اليوم عند اللبنانيين ما رح يكفي كتير. انت اليوم عندك دعم كل اللبنانيين، خاصة اذا رحت على حكومة لا تستفز احد، ما فيها غلبة لفريق على فريق، ما فيها انتقائية. انا بقولك باسم اللبنانيين امضي قدما باسرع وقت، بكرة احسن من بعد بكرة وبعد بكرة احسن من جمعة الجاي. ضع تركيبة ترضي الشعب اللبناني، حط تركيبة الرأي العام اللبناني يكون مأيدك فيها، لا بتستفز حدا ولا بتكون لفريق. أنا برأيي كل اللبنانيين بيكونوا وراك، وبنكون من شان مرة أمننا الاستقرار وأمننا صيفية واعدة للبنانيين. أي تأخير أو أي محاولة لإغراءك بطلبات ومطالبات
مقابلة هو إغراء للوضع اللبناني، ما تقبل أنه يغرقوك بوضع ما في مخرج منه. يعطيكم العافية.